السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية الحلقة نبغي نقول لكم الله يرحمكم الوالدين على الدعم ديالكم للقناة والقناة الثانية تحريات كريم، وشكرا بزاف للناس اللي انضموا ليها واللي شاركوا، وحتى للناس اللي مازالوا مشتركوش. وبغيت نقول لكم كذلك بانني نشرت فيها اول فيديو، راه غادي نخلي لكم في اول تعليق الرابط ديالو في اول تعليق. كنتمنى منكم انكم تدخلوا وتشاهدوه، فضلا منكم وليس امرا بطبيعه الحال. ونبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. حلقتنا اليوم سيدنا الكرام غادي نبداوها من واحد الفيلاج جنب واحد المدينه ما بعيدش عليها بزاف، شي 15 كيلومتر بحال هكاك. هاد الفيلاج كان حداه واحد الواد، الناس مواليه يعني تقريبا ولاد قبيله وحده، وشي كيعرف شي يعني ما كاينينش الناس برانيين بزاف مزيان. هاد الفيلاج او هاد القبيله كان ساكن فيها واحد السيد لاباس عليه، كساب وفلاح كبير تمايا في المنطقه، عنده واحد البنت اسم ديالها صابرين او صابرينه، في العمر ديال هذيك 21 22 عام، وكانت زوينه بزاف ايه من الجمال، وكان بوها حريص عليها ما كيخليهاش تخرج بوحدها، يا اما كتمشي معاه اولا كتمشي مع الام ديالها. كيجيو فيها الخطاب بزاف، ولكن اغلبيتهم هذوك الناس اللي كيخربوا البنت غالبيتهم ناس ما عندهمش دراوش ما فحالهمش، يعني ما عندهم والو، لا خدمه لا سكنه لا حتى شي حاجه والو. والاب ديالها كان كيشوف اي واحد كيجي انه طامع فيه وطامع في الثروه اللي عنده، وزيد على ذلك البنت كانت زوينه ما شاء الله بزاف. هو كيقول لا ما غتزوجيش بهاد الراجل هذا الا اذا سمحت لك انايا، انا اللي غادي نشوفه ونعرفه، نعرفه راجل معقول ولد الناس، على الاقل عنده دارو وخدمته وما طعمش فيك او ما طعمش فيا بمعنى اصح. مزيان تقدموا ليا بزاف الناس، وكانوا الشباب بزاف كانوا كيتنافسوا شكون اللي يتزوج بهاد صابرين هذه، ولكن كما قلنا كان كرفض جميع العرسان اللي كيجيو. كان ولد الدوار تمايا واحد الشاب الاسم ديالو ابراهيم. ابراهيم تقريبا في العمر ديال هذيك 29 عام 30 عام بحال هكاك، الخدمه ديالو حداد، معروف ابراهيم الحداد، عنده دارو وتحت منها خارج واحد الكراج تاع شي ديال الصدور، يصاوب بيبان يصاوب اي حاجه طوابل اي حاجه كيصاوبها ديال الحديد. والحمد لله خدام على خير وبخير، كيجيب الفلوس ديالو، عنده دويرتو، ما خاصو حتى شي حاجه، هو ماشي شي واحد لاباس ليه، ولكن او كومين يعني واحد السيد اللي هو يعني يهز المسؤوليه مزيان. هنا هذا ابراهيم هذا ما عمرو خطب صابرين، كيسمع بان صابرين زوينه وكذا وكذا، اللي حتى واحد النهار شافها غير صدفه سير غدا مع ماماها عجباتو، قال علاش ما نجربش حظي، مشى هضر مع بوها. وها كيعرفو ابراهيم الحداد، عرفو انسان خلوق، ما عمره دار، ما هو ديال البلية، ما هو ديال حتى شي حاجه اللي هي خايبه، هادشي اللي كيعرف ليه طويل الحال، عارف عنده دار بوحدو، عارف عنده خدماتو، مهم كيبقى ماشي بحال هذوك الناس اللي قدموا الاولانيين. وافق عليه، قال ليه ما فيك ما يتعب الحمد لله، صافي جيب والدي وجي خطب نهار فلان فلاني. هذاك الشيء اللي دار ابراهيم طابت حال صابرين، راه ما غتقول شي حاجه، بغاه بواها صافي حتى هي راه غتوي مزيان. هنايا جاو اتفقوا على كل شيء الكبيره والصغيره، وبطبيعه الحال مورا الخطوبه حتى شي واحد ما بقى كيدوي مع هذاك ابراهيم، يعني الشباب اللي فايتين خاطبين ديك البنت او مبغوش ما حملوش، اللي عاد ناوي باغي يهضر وملي عرف بان ابراهيم خطبها بقاش حملو، اصلا هو ما عندوش اصدقاء بزاف، كيهضر معاهم عادي عادي، هنا ما كاينش واحد اللي هو صديق مقرب ديالو بزاف. المهم ابراهيم قام متسوق ليهم، كيخدم خدماتو، كيمشي للخطيبه ديالو، كيوجد المسائل ديالو، ليله زفاف نهار الحفله، وكان نهار الثلاث الحفله هذه تنظمات في الدار ديال الاب ديال العروسه اللي صابرين، بحكم انه راجل لاباس ليه. جاوا العائله ديال العريس، العائله تاع العروسه بطبيعه الحال، اصدقاء المقربون، المهم العرس خدام. واحد اللحظه هذاك العريس كيتشاهد بانه كيخرج ويدخل بزاف، كيدز التليفون مبرزطهم ماشي هو هذاك. المهم كانوا شي مناوشات ديال شي سكيري، حاول انهم يديروا الفتنه وحاول انهم يدابزوا، قمعوهم الناس شويه ولا الصداع، تواصل الليل تقريبا ولا الصداع ديال بصح شي سكيريه داروا شي دبزات تمايا مزيان. هنا بالتالي الليل صافي سال العرس، كل واحد مشى في حالته.
هنا ينسي ابراهيم قال لي شوف ابراهيم قال لي عرفش دير قال لي غتاخد الطوموبيل ديالك قال لي وغتمشي انت وبنتي غتمشيو تضربوا واحد السيمانه شي مدينه تبدلوا جو منها شهر العسل وما الى ذلك قال لي صافي ودور معاهم من عنده هوايه خدم راتو في طوموبيلته ومشاو من تما اليوم الموالي يعني نهار الاربعاء ومع الصباح بكري وكما قلنا كان واحد الواد تقريبا ماشي واد كبير بحال قلتي غير شي مرجع ولا شي حاجه وحدها الربيع وما الى ذلك مزيان هنا شي ناس دايزين دايزين محل ديك المرجع والمرجع كانت مغيسه والربيع وما الى ذلك دايزين حتى كيلاحظوا واحد بنيادم طايح تما ما تدوش واش بنت ولا ولد ولا شنو قالوا ما يمكنش جاو قربوا ليه يلقاوها بنت كرفصه وسط ديك المرجع يعني عامره بديك الربيع والتراب وراه صافي الدنيا تما غير الطين وصافي مشاو علمو جدرمية جدرمية جاو يعني تحلقوا الشفضوليين الناس القبيلة الناس الفيلاج شكون هاد البنت البنت حقا لقاها واحد البنت مقتولة جيت الواد جيت المرجع جدرمية طابت الحال ما عرفوهاش وحتى هادو الفضوليين الناس اللي اكتشفوا التالي ما عرفوهاش حتى شي واحد ما عرف البنت البنت برانية على المنطقة كاملة حتى واحد ما كيعرفها شكون هي ولا عند من جايها مزيان هنا جدرمية غادي يعلموا النيابة العامة جات فرقة الشرطة القضائية جات فرقة مسرح الجريمة تاع جدرمية وهاد القضية دي كانت وقعت عام 2012 مزيان هنايا غادي يشوف البنت من خلال الهندام ديالها غيلاحظوها بأنها من البنات اللي الله يهدي الجميع من طريقة اللبس ديالها والشعر ديالها وما إلى ذلك صافي هنايا هزوها ودوها المستودع البديل الأموات هنا كيشوفوا كيقلبوا في مسرح الجريمة أو بمعنى أصح مسرح تاني تاع الجريمة واش هاد القاتلين أو القاتل ديالها خلى شي أثر شي دليل شي حاجة والو وتقول شي حاجة وديك المرجة كانت مضيعة المهم مبقات حتى شي حاجة كتحيل لينا على القاتل أو الفاعل الرئيسي تاع الجريمة البشعة الزهد دول المستودع البلدي الأموات هاد البنت اش كانت لابسة كانت لابسة غير واحد البودي الفوق البودي كانت تقريبا بحال أصفر شوية وكانت لابسة واحد الصاعية لتحت وما كانت عندها لا بطاقة هوية لا صاك لا تليفون لا حتى شي حاجة البنت كانت بيضاء مكبيرش بزاف تقريبا شي 23 عام بحال ما هكاك 24 عام كاع إلا كبرات وكان شعرها زعر كانت لابسة كيما قلنا صايا وبودي وبالنسبة للملابس الأخرى الملابس الصغيرة غادي نقولها غير بطريقة خاصة يعني الفاهم يفهم هذوك الملابس الصغيرة كانوا جوج راهم معروفين واحدة الفوق واحدة التحت لقاو غير الفوقانية وكان بالضبط اللون ديالها أحمر البياسة اللي كتكون لتحت ما كاينش هذيك غابرة مزيان هادشي هذا كيعني بأنها كانت شي بلاصة كانت شي محل شي دار واش كانت في الدوار أو القاتل ديال جابة مشي مكان آخر ربع في الدوار باش يضل العدالة الله أعلم هاد البنت طبيب شرعي كيقول لهم بأنها راه مهم مزوجة حنا قلناها بطريقة محترمة كيما قلنا راه خدامة في واحد العالم اللي الله يهدي الجميع ما عليناش هنايا صافي هادشي اللي قال لهم الطبيب بأنها راه تخنقات تعرضات للخنق ممطونة ومضروبة ما تيش حلو إنما خنق القاتل ديالها اللي حتى صفى عليها مزيان الهوية ديالها ما كايناش في انتظار البصمات والبصمات تقدروا تعطلوا تقريبا راه واحد الشهر وحنا في انتظار داكشي نقدروا نكونوا وصلنا الفاعل ناخذوا الصوره ديالها وجاو جاو لبلاصه فين تلقات سولوا الناس سولوا هنا 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 وتقول شي واحد واش كيعرف عليها شي حاجه حتى غادي تلقى واحد السيد السيد هذا هو الفيلاج غادي يسولوه صدفه قال لهم هاد البنت هاد البنت هادي نهار فين فلاني اللي هو نهار ثلاث نهار العرس وبالليل ماشي بالليل عشيه المهم ورا تقريبا الخمسة بحال ما كان قال لي راني نشوفها في الفيلاج وشفتها مريحة قهوة قهوة اللي كاينة في الفيلاج وكانت غير قهوة جات في الشارع وكانت كبيرة بزاف قالوا لي جدرمي مأكد بأنك شفتي هاد البنت شوف مزيان الصورة قال لي ما الله يهدي البنت هادي بالعكس كانت زوينة بزاف وشفتها واستغربت لأن ديك القهوة كيريحوها غالبا غير الرجال وأنا مات لي قضية غريبة مريحة واحد البنت وكذا وكذا ما عليناش عقلها كانت لابسة واحد البودي صفر وواحد الصاية كحلة مزيان أكد مشاو لهاديك القهوة دخلوا عند مولاها كان واحد الراجل كبير وعندو ولادو كيعاونوه ولكن
اللي كيعاونو بزاف تم غير واحد الدري هذا سميتو سفيان، هو اللي كان كيساعدو. اما الاخرين كانوا كل واحد عنده خدمات خاصة، ولكن كاملين شركاء في ديك القهوة. مزيان هذاك الاب او الراجل الكبير اللي مقابل القهوة قالوا لي هاد البنت اللي وراوه الصورة ديالها، قال لي فعلا جات عندي البارح هادشي هذا، ولا هاد النهار هذا اللي كنهضروا فيه الاربعاء، الاربعاء حنا كنبحثوا. قال لي يوم جات عندي نهار الثلاث ريحات في القهوة، ثلاث معايا جات، قال لي تقريبا مع ديك الخمسة وشي حاجة بحال هكا. ما سولاتك حتى شي حاجة، هي موالفة لها كتجينا مرة. قال لي لا، انا اول مرة غنشوف هاد البنت. وكيف جات؟ دخلت عندي هنايا الكونطوار، هو مريح في الكونطوار تمايا. قالت لي سمح لي نسولك، قلت لها تفضلي يا بنتي. قالت لي ما كتعرفش واحد السيد ناي سميتو ابراهيم؟ شكون ابراهيم؟ قلت لها، قالت لي ابراهيم الحداد. قلت لها ابراهيم الحداد عندنا غير واحد مشهور هنا ابراهيم الحداد، وراه اليوم عنده العرس ديالو، راه جوج بنت واحد السيد لاباس عليه. قالت لي صافي اعطيني ما نشرب، خدات واحد القهوه وشي حاجه ومشات ريحات على برا. ريحات بقات مريحه واحد شوي ناضت مشات، في مشات الله اعلم. صافي هنايا باش يتاكدوا جدارميه جا هذاك ولدو سفيان. سفيان كانت عندو هذيك 25 عام بحال ماكاك، سولوه نفس الاسئله سولو بواه، قالوا لي كتعرف هاد البنت؟ وراوه الصوره، قال لي ما هاد البنت ما كنعرفهاش، ولكن هادي راه جات القهوه وريحات وانا شفتها مريحه. قلت للوالد شكون هي هادي؟ قال لي ودي هادي راه جات برانيه، ما عرفناش منين جات، راه كتسول ابراهيم الحداد، لا واقيلا راه عنده معاه شي علاقه ولا شي حاجه. المهم ريحات شربات قهوة مشات حالاتها، خلصات ومشات حالاتها، أنا ما كنعرفها ما عمرني شفتها وما دويتش معاها. خداو هاد المعلومات، يعني هاد السيدة هادي جاية باش تشوف إبراهيم الحداد. إبراهيم كما قلنا راه تزوج وسافر، مشى يقضي شهر العسل مع مراتو صابرينا، رجعوا للدوار أو رجعوا هذيك القبيلة اللي حدا الفيلاج تمايا. رجعوا فين مشاو؟ مشاو عند الوالدين ديال إبراهيم. إبراهيم راه ما كاينش، ساد الدار ديالو ساد المحل ديالو ما كاينش. والدي قالوا لي مودي راه ابراهيم دابا ما كاينش، راه سافر مع مراتو، راه بواها يعني بابا العروس هو اللي غادي يكون عارف فين مشاو وما الى ذلك. مشاو عند بابا العروس اللي هو نسيبو، قالوا لي ودي حنا راه كنبحثوا على واحد الجريمه ديال القتل، من خلال التحريض ديالنا عرفنا بان نسيبك هذه ديال الله زوجتي بنتك غادي يكون متورط فيها، الا ما تعاونيش معنا غتجمع راسك حتى هي معنا. قال لي لا مالنا، اش دان لهادشي هذا كامل؟ وجب التليفون وعيط على نسيبو. قال لي راه ضروري خاصك ترجع البنت، راه ما عيانه وكذا وكذا، غير سمح لينا وصافي، من بعد وانا غادي نعوضكم على السفيره، غنعطيكم الفلوس وغتمشيو تسافروا مره اخرى. قال لي صافي عمي ما كاين باس. رجعوا كانوا يلاه وصلوا هذيك المدينه، صافي شدوا الطريق ورجعوا، ما علموه ما قالوا لي والو جدارميه. المهم في الانتظار ديالك شنو داروا؟ مشاو للمحل ديال الحداد ديالو ومشاو للدار، الدار ما دخلوش ليها وانما دخلوا غير المحل ديال التحدات ديالو. قالوا مادام هاد السيده هذا كتجي عندو هاد البنت غالبا غادي يكون يدخلها لهاد المحل هذا. دخلوا هاد المحل هذا، عنده واحد محل كبير وكان فيه واحد الكراج او واحد عفوا واحد الباب كيطلع الدار ديريكتومو، يعني ما يضطرش انه يخرج من المحل ويدخل الدار، من المحل كيقدر يطلع وكيتسورس هذاك الباب، يعني هو اللي كيطلع بوحدو. مزيان دخلوا لهاد المحل هذا، لقاو داك الباب اللي كيطلع للدار مسورس، ولكن المحل كان كبير من غير البلاصه، هي مجازة باحرى مجازة كبيره، البلاصه اللي فيها الخدمه ديالو يعني الحديد وما الى ذلك، وداك الشيء اللي كيصاوب به الحديد كيقطع، وداك الشيء كاين واحد البارتيه كانت خاويه. شنو كيلقاو؟ كيلقاو تما واحد الكراسه، واحد الزريبيه، واحد التلفيزه تقريبا بحال شي جلسه، هاد الجلسه هذيك. ولكن هنا اللي غادي يلقاو صادم، لقاو واحد التليفون، تليفون يعني ماشي ديال ابراهيم راه هضرنا معاه، راه عنده تليفونو، تليفون ديال من؟ ماشي ديال مراتو عندها تليفونها، تليفون ديال من؟ تليفون عرفوه البوليس بانه ديال هاد البنت اللي تقتلات. باش غيتاكدوا؟ لانه هما اللي دخلوا شافوا التليفون يلاه كيتسائلوا ديال من ديال من، اللي حتى كيصوني التليفون، هو تصونا فيه التليفون. جدارمية هما يجاوبوا هنا باش غادي يعرفوا التليفون راه ديال ديك البنت. جاوبوا جدارميه، قدموا نفوسهم لهذاك المتصل على انه هما جدارميه وان التليفون هذا تلقى في واحد المحل، شكون هذا اللي كيهضر معنا؟ هنا هضرات معهم واحد البنت، قالت لهم انا سميتي ياسمينه، نسكن في المدينه اللي قريبه للفيلاج، و
والتليفون تاع صاحبتي اللي الاسم ديالها كوثر. يعني الضحيه ديالنا سميتها كوثر، وكتقول هاد البنت هادي بانهم هما صحابات وكاين وعضياتهم، وراه البارح قالت لي بانني غنطلع لهاد الفيلاج هذا وراه غتجي في تالي الليل الساعه ما جاتش، وانا كنتصل بها مرارا وتكرارا اللي حتى دابا جاوبتوني نتوما صافي مزيان. المهم التليفون عرفنا بانه راه ديال هذيك الضحيه ديالنا اللي اسمها ديالها كوثر. مزيان قالوا لها جدرمي هذيك صاحبتها هي سمينا، قالوا والو غتلتحقي بينا المركز. قالت لي صافي اوكي انا غادي نشد كيتسناو فاجي باش يكملوا مع البحث. هنا اشنو غادي نلقاو؟ احنا لقينا التليفون في المحل ديال من ديال ابراهيم، هذه وحده، هذه بعدا كتاكد بانه راه هو مول فعلا. كنلقاو كذلك عقلت على دوك البياسات ديال الحوايج الصغار اللي قلنا لقينا غير وحده لابسه هاد الضحيه ووحده اخرى ما كايناش، لقاو الدوزيام ديالها وفي نفس اللون ديال البارتي الاولى حمراء، حتى هي حمراء، لقاو تمايا مرميه تمايا، وهذا ديال الكافي كيدين ابراهيم. زيد على ذلك ملقاو اللي قال لنا بان البنت كانت كتسول على ابراهيم. مزيان وصي ابراهيم جا ما جا ما تعقلوه جدرميه، اجي انت بعدا انت مول فعلا قتلتي البنت اللي العرس ديالك، ربما البنت جايه باش تفضحك تشوهك كتدير معها علاقه وكنتي موعده بالزواج شي حاجه، قلت شنو ندير ما ندير، طمعا في فلوس بابا مراتك صفيتي على البنت مسكينه، قول اعترف قر. كاين اللي مراني ما فاهم والو، اشنو كتقولوا نتومايا؟ قالوا ليه البنت كوثر، وروه الصوره ديالها شافها ويبقى حال فمو ما قال والو. هنا زيد على ذلك ان التليفون ديال الضحيه ديال كوثر لقاو فيه اتصالات عديده، يعني هي من تليفونها متصله بهذا العريس اللي هو ابراهيم الحداد، متصله به بزاف الوقيته اللي كان هو فيها كيتزوج ليله العرس ديالو. هي فاش قلنا السيد كان كل مره كيهضر في التليفون ومشغول ومرون كيخرج ويدخل بزاف، ولقاو واحد الميساج. ميساج اشنو كاتبه ليه؟ كاتبه ليه بانها غتفضحو الى ما جاش وما دارش معها شي حل. صافي هنايا بان بالبرهان وبالدليل بانه هو مول الفعل، قالو شوف غير تعرف احسن لك. حنا شنو قال لهم؟ قال لهم شوفوا هذيك البنت انا راه ما قاتلها ما والو، وانا غادي نقول لكم الصراحه، يلا قول الصراحه اللي بغينا. قال لي سيدي انا هاد البنت كنت كنعرفها، كنت كنهبط للمدينه، للمدينه ومن تما درت معها علاقه، ومن بعد بلات هي كتجي عندي وكنجيب لها المحل نيت، ولكن انا علاقتي قطعتها معها تقريبا هادي واحد 6 شهور قبل ما نخطب انا صابرين، يعني قبل ما يخطب هو صابرين 6 شهور قبل منها قطعت علاقتي معها، وما بقاش كتجي عندي وما بقاش كنمشي عندها وما بقيناش كنتواصلوا مع بعضياتنا. انا نهار العرس فعلا جاوني اتصالات من عندها، انا تفاجئت قلت هي قطعت علاقتي معها علاش كتصوني ليا، ولكن ملي كنقول الو يجاوني حتى شي واحد اللي حتى جاني هذاك الميساج. تخلعت الصراحه قلت هذه غتشوهني صدقني، ولكن قلت ما تصوري حتى حاجه، انا شنو انا بعيد عليها شنو بيني وبينها. صافي كمل العرس هزيت مراتي ومشيت، راني ما بيني وبينهاش. ملي العلاقه بحال هكا شنو التفسير ديالك بالنسبه للتليفون ديالها وهذوك الملابس لقينا في الحانوت ديالك؟ انا تفاجئ قال هذوك انا ما عرفتهمش كيفاش تواصلوا معايا، والبنت انا راني ما قعدت لا ما والو، تقدروا تسولوا نسابي تسولوا صحابي في العرس راني ما خرجش. ديك البنت قتلات على التالي وانا سيد كنت في العرس هنايا. حقيقه الناس ملي كيمشيو يسولوا يعني جدرميه يمشيو يسولوا كنلقاو السيد ما خرجش، ليله العرس كامله كانت تما ما غادرش المكان ديال العرس كامل، ما فرقش مراتو ما فرقوش نسابو صحابو شاهدين عليه ليله كامله. اي واش كون قتل البنت؟ لا لا قلت لك تبوحط علينا، لا كاين شي حاجه تما قتلتي البنت باش تضرك فضيحه ديالك. هنا كانت وصلات هذيك ياسميه صاحبتها، وصلات شدوها جدرميه داو لها بريكاد قول لنا اشنو واقع. قلت لي مش نقول لكم انا وهذيك كوثر حنا صحابات كاريات في هنا في المدينه خدموا ديك الخدمه اللي الله يهدي الجميع. هي كانت كتجي لهاد الفيلاج هذا هاد المكان كتجي وكانت كتجي عند ابراهيم الحداد، كانت دايره مع علاقه وكتجي عندو. وهذاك النهار قالت لك انا طالعه عندو. لا وهي قلتي انها قالت لك راه غتطلع للفيلاج وراه تالي الليل غترجع. لا هي راه قطعات علاقتها مع داك ابراهيم الحداد تقريبا شي 6 شهور تقريبا مع 7 شهور هادشي اللي كاين. يعني هضرت ابراهيم صحيحه وحد ما كتجي هنا في الفيلاج
قالت لي يمكن كتجي عند سفيان. شكون سفيان؟ سفيان هو اللي مول القهوة. حيت داك سفيان هو اللي مول القهوة راه كان عشيرة داك إبراهيم، وكانوا كيهبطوا للمدينة، وتما فين تعرفوا عليها. هي ولات كتجي عند إبراهيم، وملي قطع علاقته معاها ولا كيديها هاد سفيان. كيما قلنا البنت راه خدامة، هاديك راه كتعتبرها خدمة، ما كتعتبرهاش أنها كان موعدة بالزواج ولا شي حاجة، باش تفهموني مزيان. صافي هنايا جا دارمية ما فهم والو. قالوا حنا كيفاش سفيان وباهم اللي سولناهم؟ قالوا بأن البنت سولات على إبراهيم الحداد، وسفيان قال لنا بأنه أصلا ما دواش معاها، جا لقاها بالك سول باه، قال لي بديك تسول على إبراهيم كذا كذا، ناضت حالتها. وما رجعوا القهوة، رجعوا القهوة عاودوا سولوا سفيان، قال لي قولي انت واش بصح مأكد بأنك راك ما بينكش وبين هذيك البنت لقات مقتولة جنب الواد؟ قال لي لا على الشيطان، راني ما كنعرفهاش، أول وآخر مرة شفتها هي في هذيك القهوة. بواك يقول نفس الحضرة نجو درمية، هما يشوفوا الكاميرات، هما يطالبوهم بالفيديو تاع الكاميرا تاع هذاك النهار. صافي هنا وجاهم ولا فيهم الألوان على مضض جبدوهم، بقاو كيرجع رجع رجع اللي حتى فعلا نيت جات البنت. ولكن البنت ملي جات لقاوها أصلا جات ورايحات في قهوة عادي، جا عند السربية طلبات قهوة ديالها، ولكن راه ما مشات لها عند بابات البنت لا تجي حاجه. هو الراجل الكبير شنو قال لهم؟ قال لهم راه جات عندي وسولاتني على ابراهيم الحداد. السيد راه ما جات عنده ما سولاتو ما والو، جات اي حاجه عند السرباي شربي صافي جاب لها المشروب ديالها. ولكن المفاجاه هنايا واحد شويه جا هذاك سفيان. سفيان ريح معاه واحد القسم بحال ما كانش 5 دقائق 7 دقائق، ريح معاه غير شويه ناض، دخل القهوه وخرج. هي تقريبا غير ما كاملاش دقيقه ناضت وتبعاته في نفس الاتجاه. هذا كيعني بان سفيان كذاب، وانما كانت عنده معها علاقه وكان داير معها تمايا وتبعاته ملي غادر. فين مشاو الله اعلم. هنا شدوا ليا السي سفيان، قالوا انت اكبر كذاب وانت ابابا، علاش كذبتي لينا؟ البنت ما سولاتك ما والو، جات رايحه قهوه عادي. هنا بقى كيدور في عينيه وقال انا عرفت ولدي بانه غيكون داير شي حاجه بديك البنت، غير سمحوا لي صافي راه درت عليه وصافي، يعني خبيت عليه، كليت حسابك معنا والاخر. داو سفيان داو. هنا سفيان ملي وراو الفيديو وراو بان راه صاحبتها كتقول بانها عندها علاقه معك انت السي سفيان، هذاك ابراهيم قطعت علاقتها معاه تقريبا شي 6 شهور بحال ما كاك هضراتو صحيحه، ولو لقينا تليفون ديالها وديك البياسة عنده في المحل اعترف قر. صافي بقى كيدور في عينيه هو يعترف، قال لهم انا درت هادشي كامل على ود صابرين. كيفاش صابرين؟ صابرين مرات هذاك ابراهيم اللي كان متهم المره الاولى. كيفاش شنو علاقتك بها؟ قال لهم ما عندي بها حتى علاقه، البنت كانت تعجبني باغي نتزوج بها، واليوم غدا اليوم غدا نمشي نتقدم لها، سبقني هاد ابراهيم مش تقدم لها وتزوج بها. انا بقات فيا الحسره تاع داك الشيء، قررت اني ننتقم منه، وجات غير صدفه طاح البلان في هاد كوثر. هي كيفاش القضيه؟ السيدية سفيان مع ابراهيم كانوا صحاب والعشرين كيشربوا مع بعضياتهم مره مره، يهبطوا للمدينه. وهنا فاش تعرفوا على هاد البنت اللي هي كوثر، دارت علاقه مع ابراهيم، ولا كيمشي عليها تم واحد اللحظه ولات كتطلع عنده، كيجيبها الطاكسي لتمايا، كتلاقى بها الفيلاج وكيجيبها للمحل عنده تمايا، ديما بحال ما هكا. ولكن هو قبل ما يقطع علاقته بها قال لها شوفي انا غادي نتزوج صاحبي، هاد العلاقه بيناتنا سالت صافي. قالت لي دبر راسك، هنايا دارت علاقه مع سفيان صاحبه ولا هو اللي كيطلع تم مزيان، كي دير شي بلاصه اولا شي ملي كتكون عندو الدار خاويه ولا شي محل ولا شي حاجه مزيان. حنا داك سفيان اش قال لهم؟ وجات غير صدفه هذاك النهار كان داير مع سفيان باش يجي عندو. هذاك النهار كان هو داير العرس وكان غيب على المحل وعلى الدار ديالو هذاك ابراهيم. هنا ملي جات عندو القهوه جا عندها ريح مع واحد القسم، شنو قال لها؟ قال لها شوفي انا غادي نوض وانت تبعيني، راه هذاك ابراهيم دابا راه مزوج وحنا غادي نمشيو للمحل اللي كنت كتمشي معاه ليه. قالت لي صافي اوكي. مشى ناض تبعاتو تبعاتو تبعاتو، والدنيا خاويه واحد ما كاين اغلبهم كانوا في العرس. دخل الكراج ديالو ديال ابراهيم، هو كان عنده السير والدوب ديال السير لانهم كانوا صحاب وكانوا كيشربوا تما مره مره مزيان. دخل تما هنا هنا طار عليها بحنقه. هنا قول جاتو الفكره، قال غادي نقتلها وغنلصقها في ابراهيم. وعلاش غتلصقها في ابراهيم؟ قال لهم اللي غنلصقها ابراهيم غيمشي للحبس
بس بقى لي صابرين نزوج بها. كيفكر بزاف السيد هذا مزيان. ملي خنق قطع على بحنقه قتلها، ملي قتلها بغى يخلي الدليل تمايا. حيل التليفون، هي فاش بدا كيعيط على هذاك خونا هذاك ابراهيم، كيعيط عليه يعيط، ملي كيقول الو ما كيجاوبوش، يعيط عاوتاني يقول الو ما يجاوبوش. في نهايه المطاف صيفط لي ميساج قال ليه، او هي زعما اللي كتكتبات ليه، بانني انا غادي نفضحك ونشوهك وتزوجتي بلا خباري وكذا، وفين الوعد اللي عاطيني وما الى ذلك. وحل الميساج باش يخلي عليا الدليل، وخلى ديك البياسه ديال الحوايج باش ملي يجيو البوليس يلقاو هادشي هنا. وهز البنت من بعد ما صافي الدنيا خوات وتالي الليل، هزها وداها جيت المرجع ارماها تمايا بالعاني، وارماها تمايا باش اي واحد يشوفها مع الصباح ويبقاو يبحثوا حتى غادي يوصلوا ليه. وكيفاش هذاك مول القهوه يعني بواه قال لهم بان سولات على ابراهيم، لانه سفيان ولد هو اللي وصاه، قال له ودي راه وقع الواقع، لان خونا يعني الاب تاع سفيان عارف ودير علاقه مع البنت. جاو ولا جاو جدارميه قول لهم الله يرحمه لينا الوالد بان البنت جات عندك وسولاتك على ابراهيم الحداد، قول لهم غير هاد الهضره هادي صافي. يعني هو بغى يدي جدارمي لواحد الاتجاه باش يمشيو للمحل ويقلبوا ولاصقوا ليه التهمه، ولكن الروح عزيز عند الله مولاه يبان بانت بهاد الطريقه هادي. صافي سي سفيان تقدم العداله وتحكم بالمؤبد. هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالي ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين. وما تنساوش كيف جرات العاده الرابط ديال الفيديو الاول على قناه تحرير كريم غادي نخلي لكم في اول تعليق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.